بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم هذه قراءة متواصلة لكتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للحافظ الفقيه أبي الفتح تقي الدين ابن دقيق العيد. وكنا قد وقفنا على باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الحديث الأول، وهو الحديث الأول في هذا الباب، لكنه الحديث الخامس بعد المئة في سلسلة أحاديث عمدة الأحكام. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. انتهى الحديث. وكما رأيت، هذا الحديث أورده الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى بثلاث روايات، بمعنى أنه حديث واحد لكنه بثلاث روايات. ولعلي أستنفذ ها هنا ذهنك، وأريد منك أن تتأمل الحديث الثالث والرواية الثالثة عن مسلم، ولمسلم صليت إلى آخره. تأمل هذا الحديث، فلعلنا إذا وصلنا إليه نبهناك على ما نبهنا به بعض شراح هذا الحديث. هذا الحديث نبه على أنه ليس هذا موضعه، فلعلك تتأمل هذا الحديث حتى إذا وصلنا بيناه إن شاء الله تعالى. ومسألة ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم مسألة قديمة اختلف فيها أهل العلم، وكذلك أفردها طائفة من أهل العلم بمباحث وكتب مستقلة. فإن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ألف فيها كتابا مستقلا سماه ذكر الجهر بالبسملة، وكذلك الإمام الدارقطني رحمه الله ألف فيها كتابا مستقلا سماه كتاب الجهر بالبسملة، وغيرهم فقد ألف فيه كثيرا لعظم هذه المسألة وكثرة تشعبها. وقبل أن نبدأ بقراءة ما يتعلق بهذا الشرح بشرح هذا الحديث، لعلي أشير إلى فائدة ذكرها الحافظ ابن رجب وأخشى أن أنساها مع قراءة هذا الشرح. في بادي النظر والرأي ربما يظن الظان، بل ظنه كثير من أهل العلم، أن مسألة ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة هي مبنية على مسألة أخرى، وهي: هل هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أم لا؟ فطائفة من أهل العلم ومن المفتين وغيرهم إذا ذكروا هذه المسألة، أي مسألة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، بنوها على تلك المسألة، وهي:
هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أم لا؟ ونبه ابن رجب على أنه لا تلازم بين المسألتين، لا تلازم بين المسألتين، وقد أشار إلى ذلك وبين أن الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كون البسملة، هل البسملة هي آية من الفاتحة، تعددت الروايات فيها، لكن مسألة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ليس فيها إلا رواية واحدة عن الإمام أحمد أنه لا يجهر بها. ولو كانت مبنية على تلك المسألة، وهي مسألة هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، لتعددت الروايات تبعا لتعدد الروايات في كون البسملة آية مستقلة من الفاتحة. وقد أشار إلى ذلك أيضا، وقد أشار إلى ذلك المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف، قال الجهر بالبسملة الصحيح في المذهب أنه لا يجهر بها، سواء قلنا أنها آية من الفاتحة أو لا. وكذلك أشار النووي رحمه الله تعالى في المجموع إلى هذا الأمر، قال هذه المسألة لا تبنى على مسألة كون بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. فهذه فائدة أوردناها في هذا المقام ولم يشر لها المصنف في ثنايا الكلام، ووجدنا كثيرا من المفتين وغيرهم ربما بنى هذه المسألة على مسألة كون بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أم لا. إذا تبين ذلك شرعنا في قراءة كلام المؤلف أو الشارح ابن دقيق العيد، فقال رحمه الله تعالى: أما قوله كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وها هنا الحمد بالرفع وإلا حقها الخفض لأن دخل عليها حرف الجر، لكن نقول بالحمد لله رب العالمين على الحكاية، بمعنى أننا نحكي الآية. وروايات بالحمد لله رب العالمين، ببسم الله الرحمن الرحيم ونحوها. قال قول الراوي أو قول أنس رضي الله تعالى كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فقد تقدم الكلام في مثله، وتأويل من تأول ذلك بأنه كان يبتدئ بالفاتحة قبل السورة، وهذا ذكرناه في حديث عائشة الماضي، لأن الاستفتاح لا يكون بالحمد بقراءة الفاتحة، الاستفتاح يكون بتكبيرة الإحرام ثم بقراءة الدعاء قبل، لكن المقصود هنا الابتداء بالفاتحة قبل السورة التي تلي الفاتحة، فهذا المراد بالاستفتاح. قال وأما بقية الحديث فيستدل به من يرى عدم الجهر بالبسملة في الصلاة، والعلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب: أحدها تركها سرا وجهرا، وهو مذهب مالك، واضح أنها لا تقرأ لا سرا ولا جهرا. الثاني قراءتها سرا لا جهرا، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، أنها تقرأ سرا في الصلاة لكن لا يجهر بها. والثالث الجهر بها في الجهرية، وهو مذهب الإمام الشافعي. قال والمتيقن في هذا من هذا الحديث عدم الجهر، فإن في هذا الحديث دليلا للإمام أبي حنيفة وأحمد على أنه لا يجهر بها، والاستدلال به واضح. لكن ترك الفاتحة مطلقا كما ذكر، ترك البسملة مطلقا، هل فيه تعرض لذلك؟ قال وأما الترك أصلا، وهو مذهب مالك، فمحتمل مع ظهور ذلك في بعض ألفاظ الحديث، وهو قوله لا يذكرون
في الرواية الثالثة ولمسلم إلى آخره قوله لا يذكرون. ولعلنا بعد أن شحثت ذهنك وطلبت أن تتأمل هذا الحديث في قول الراوي لا يذكرون، هل تبين لك يعني وجه المأخذ الذي ذكره بعض الشراح؟ المأخذ الذي ذكره بعض الشراح منه ابن الملقن وغيره يقولون لا مناسبة بين هذا الحديث أو هذه الرواية عن مسلم وبين ترجمة الباب، لأن ترجمة الباب باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن هذا الحديث قد يستدل به من لا يرى القراءة قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، والكلام والباب إنما انعقد في الجهر بها لا في قراءتها، فلذلك قال من قال من شراح هذا الكتاب أنه لا مناسبة بين هذه الرواية الثالثة وبين ترجمة الباب، فإن ترجمة الباب المقصود به الجهر ببسم الله لا قراءتها. لكن على كل حال كأن المؤلف هنا أراد أن بعض ألفاظ الحديث أو روايات الحديث ربما يستدل بها مالك رحمه الله تعالى في ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، قال لأن الراوي أنس رضي الله تعالى عنه يقول لا يذكرون، فلعله يؤخذ منها يعني يؤخذ من هذا اللفظ أنهم لا يقرؤونها. قال الحافظ تقي الدين ابن دقيق العيد وقد جمع جماعة من الحفاظ باب الجهر وهو أحد الأبواب التي يجمعها أهل الحديث، وذكرنا قبل قليل بعض المؤلفات التي أفردت، والحافظ ابن عبد البر أيضا أفرده، لم يفرد في مصنف لكن أطال النفس يعني في كتاب الاستذكار وذكر ما يتعلق بهذا الحديث. قال وقد جمع جماعة من الحفاظ باب الجهر وهو أحد الأبواب التي يجمعه أهل الحديث، قال وكثير منها أو الأكثر معتل وبعضها جيد الإسناد إلا أنه غير مصرح فيه بالقراءة في الفرض أو في الصلاة، بل وأدخلوا فيها كما ذكر ابن تيمية وغيرهم، يعني من جمع في هذه المسألة جمع حتى الموضوع من الأحاديث، أحاديث موضوعة في هذا الموضع. فيقول والأكثر من هذه الروايات معتل، بمعنى قد يصح سنده لكن ثم علة في هذه الأحاديث لا يطلع عليها إلا الحفاظ المهرة من أهل الحديث. قال وبعضها جيد الإسناد إلا أنه غير مصرح فيه بالقراءة في الفرض أو في الصلاة، وبعضها فيه ما يدل على القراءة في الصلاة إلا أنه ليس بصريح الدلالة على خصوص التسمية، وهذا صحيح وذكره غير ابن دقيق، وابن دقيق العيدي لا يتهم في هذا الموضع فإنه كان شافعي المذهب رحمه الله تعالى، كان شافعي المذهب. فيقول في هذا الموضع كثير من هذه الأحاديث التي جمعت في إثبات البسملة أو الجهر بالبسملة في الصلاة معتل، وإذا صح سندها وصح الحديث لم تكن ألفاظه فيه صريحة على الجهر بها، وما جاء في هذه الروايات التصريح بالجهر يكون الحديث ضعيفا، وهذا أشار إليه غير واحد من الحفاظ منهم ابن رجب، يقول الأحاديث التي وردت في إثبات البسملة أو الجهر بالبسملة إما أن تكون صحيحة لكنها غير صريحة في الجهر، وإما أن تكون صريحة في الجهر لكنها غير صحيحة. ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى بعضا من هذه الأحاديث التي صح
سندها. قال: ومن صحيحها حديث نعيم ابن عبد الله المجمري قال: كنت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين، ثم قال آمين، وقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس قال الله أكبر، ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صح عنه صلى الله عليه وسلم، رواه ابن حبان وصححه غير واحد من الحفاظ، فهو حديث صحيح، لكنه كما سيأتي بيانه ليس بصريح في الدلالة على الجهر بالبسملة. قال: وقريب من هذا في الدلالة والصحة حديث المعتمر بن سليمان: وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها، ويقول: ما آلوا أن أقتدي بصلاة أبي، وقال أبي: ما آلوا أن أقتدي بصلاة أنس، وقال أنس: ما آلوا أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال بعد أن أخرجه: أن رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات. قال الحاكم: هذا الحديث رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات. أما الحديث الأول وهو حديث نعيم ابن عبد الله المجمري، فذكرنا أنه قد صح سنده وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل ما فيه أنه يثبت قراءة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لبسم الله الرحمن الرحيم، لكن ليس فيه تصريح بالجهر، فإنه ربما سمعه إذا قرأه سرا، فربما سمع منه، إذا كان قريبا منه سمع منه هذه القراءة، قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فليس فيه تصريح بالجهر، فلذلك لا يعارض حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي فيه تصريح لا لبس فيه بنفي القراءة، قراءة بسم الله الرحمن الرحيم مطلقا. أما حديث الحاكم الذي رواه الحاكم، فإنه وإن قال هذا الحديث عن آخرهم ثقات، لكن كل شدات هذا العلم الشريف يعرفون أن الحاكم من المتساهلين والمتسامحين في تصحيح الأحاديث، هذا يعرفه القاصي والداني، ويعرفه كل شدات علم الحديث، فلذلك لا يقبل العلماء تصحيحه مطلقا إلا إذا وافقه أحد الحفاظ عليه، فلذلك تعقبه هاهنا ابن حجر رضي الله تعالى عنه، قال أخطأ حين قال رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات، والحافظ ابن حجر شافعي ولا يتهم في هذا الموضع، قال أخطأ في ذلك، فعبد الله ابن عمر ابن حسان نسبه ابن المديني إلى وضع الحديث، بمعنى قوله أن كل رواته ثقات ليس بمسلم للحافظ الحاكم في هذا الموضع، فلذلك قوله. ثم أمر آخر وأحسبه أنه قد انقدح في ذهنك، فإن هذا الحديث رواه أنس، قال أنس: ما آل أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول ما يتبادر إلى ذهنك: هل يعارض هذا الحديث الذي أخرجه الحاكم بحديث اتفق البخاري ومسلم على أن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم، فإنها هنا على فرض التسليم، على فرض التسليم بما قاله الحاكم أن رجاله ثقات وهو غير مسلم، فإن هذا الحديث يعارض الحديث الأصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيها هنا الموازنة والمقابلة، فإنه في هذا المقام لا شك نقدم رواية الصحيحين على رواية الحاكم على فرض التسليم بصحته. قال ابن دقيق العيدي: وإذا ثبت شيء من ذلك فطريق أصحاب الجهر. وكأن المؤلف يعني أورد المقدمة حين قال أكثر هذه الأحاديث فيها علة، أكثر هذه الطرق والأحاديث يعني فيها علة ذكرها أهل الحديث، ثم قال أن طائفة منها إن صحت فليس فيها تصريح بالجهر، وإذا كان ثم حديث فيه تصريح بالجهر فإنه لا يصح سنده، فلذلك أورد هذا على طريق التمريض، قال: وإذا ثبت شيء من ذلك على فرض ثبوته فطريق أصحاب الجهر أنهم يقدمون الإثبات على النهي ويحملون حديث أنس على عدم السماع. من أثبت الجهر بالبسملة ورأى أن هذه الأحاديث على تكلف قد صحت، فإن هذه الأحاديث قد تعارضت بين الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وهو حديث الباب، وبين الحديث الذي أخرجه ابن حبان وغيره، فالتعارض ها هنا ثابت، فلذلك لجأوا إلى قاعدة حديثية أصولية معروفة، وهو أن المثبت يقدم على النافي، وسبب التقديم يقولون لأن المثبت اطلع على شيء لم يطلع عليه النافي، إذا أثبت شيئا معناه أنه اطلع أو سمع شيئا لم يسمعه غيره، فلذلك يقدمون. طيب يحتاجون إلى تأويل حديث أنس حديث الباب، فيقولون كل ما هنالك أن أنس قال ما سمعت، كل ما هنالك أن أنسا قال ما سمعت لم أسمع. وتعقب المؤلف هذا القول، وفي ذلك بعد مع طول مدة صحبته. صحيح، يعني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة، ومن المعمرين رضي الله تعالى عنه، فإنه عاش إلى خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم طوال عمره، وصاحبه في حجه، حتى قال أن لعاب الناقة كان يسقط على أنس رضي الله تعالى عنه. فإن قلتم والله ما سمع طول هذه المدة مع صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ما سمع الجهر بالبسملة، قال هذا بعيد مع طول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولأهمية هذا المقام لعلي أورد أيضا تقريرات وتحقيقات لابن تيمية في هذا الموضع نحتاج إليها، بالإضافة إلى ما ذكره المؤلف هاهنا. يعني حين تقولون نحمل حديث أنس أنه لم يسمع، والمؤلف يقول هذا بعيد جدا مع طول صحبته رضي الله تعالى عنه، فإنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ابن تيمية وكان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الحجاب، بمعنى كان يدخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فحين تقول ما سمع تحمله على عدم السماع، هذا بعيد
لذلك يقول ابن تيمية في هذا الموضع قال: وقولهم لم يسمع هو أقرب إلى التحريف منه إلى التأويل. هذا ما ليس بتأويل. حين تقولون عن صحابي لزم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنوات الطويلة، والله احنا نحمله على عدم السماع، هذا ليس، قال هذا ليس بتأويل، هذا أقرب إلى التحريف منه إلى أقرب، هذا إلى التحريف أقرب منه إلى التأويل. ثم قال: قول أنس ما سمعت أو لم أسمع، قال: أورده في معرض الاستدلال، فإن الناس لا يهمهم، يعني المتلقي عن أنس ما يهم أنت سمعت أو لم تسمع، إلا إذا كان وراء قول أنس لم أسمع، لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر، إلا إذا كان له معنى مراد وأراد به حكما شرعيا. فلذلك قوله هو نفي للوجود، قال: قول أنس لم أسمع هو نفي للوجود، لوجود هذه قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، لا مجرد إخبار الناس أنه لم يسمع، لأن الناس لا يستفيدون إذا كان مجردا يقول والله ما سمعت، ولم يرد من هذا النفي إثبات حكم ليس في هذا الكلام طائل أو فائدة. هذه أولا. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: عرف الناس جار أنه إذا نفى السماع أو الرؤية فإنه يريد نفي الوجود، يريد نفي الوجود، يقول أنا والله ما سمعت فلان أبدا يقول كذا، معناه أن هذا لم يقع منه، معناه أنه لم يقع منه، أنا ما رأيت من فلان ما يعيب، فإن هذا في عرف الناس يراد به نفيه وجود العيب في هذا الشخص. فكذلك حين يقول أنس رضي الله تعالى عنه حين ينفي السماع فإنما أراد نفي الوجود. فمع طول صحبته رضي الله تعالى عنه ونفي السماع فإنما يقول ابن فإنما أراد نفي وجوده. ثم يقول أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى أن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم أضحت شعارا للرافضة، لذلك الرافضة والإثنى عشرية يجهرون بها، حتى أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى حين ألف رسالة في عقيدة المسلمين قال عن عقيدة أهل السنة قال: ولا يجهرون بالبسملة، ولا يجهرون، قال: يقدمون أبا بكر وعمر ويرون المسح على الخف، ولا يجهرون بالبسملة، قال: كل ذلك تفريقا بين مذهب أهل السنة ومذهب الاثنى عشرية الذين يرون الجهر بالبسملة. بل وقال في هذا الموضع أن ابن أبي هريرة وهو من أصحاب الوجوه في مذهب، وليس المقصود ابن الصحابي الجليل أبي هريرة، لكن هكذا ابن أبي هريرة وهو من أصحاب الوجوه من وجوه الشافعية، فإنه ترك الجهر بالبسملة، ذلك ترك الجهر بالبسملة منافاة لأهل البدعة، فرجح الجهر بترك البسملة منافاة أو مناقضة لأهل البدعة. فالشاهد قولهم هذا التأويل، في هذا التأويل أنه لم يسمع، بالإضافة إلى ما قال المؤلف هاهنا ذلك بعيد مع طول الصحبة، يضاف إليه ما ذكره ابن تيمية في هذا المقام.
المالكية الذين لا يرون قراءة بسم الله الرحمن الرحيم لا سرا ولا جهرا اعتمدوا على الأصل المعروف عندهم وهو عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة قال: وأيد المالكية ترك التسمية بالعمل المتصل من أهل المدينة. قال: والمتيقن من ذلك كما ذكرناه في الحديث الأول ترك الجهر، وكأن الشيخ يميل إلى ترك الجهر. قال: إلا أن يدل دليل صحيح على الترك مطلقا، يعني كل ما هنالك في حديث الباب أنه دل على ترك الجهر، أما ترك البسملة مطلقا كما ذهب إليه المالكية فليس في الحديث ما يسعفهم إلا أن يأتوا بدليل صريح على الترك مطلقا. ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه. قال فيه الحافظ عبد الغني المقدسي: باب سجود السهو. الحديث الأول، وهو الحديث السادس بعد المئة في سلسلة أحاديث عمدة الأحكام، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، إن صلاتي العشي إما أن تكون المغرب أو العشاء. قال: ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها صلى الله عليه وسلم كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان الرجال، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: لم أنس ولم تقصر. فقال صلى الله عليه وسلم: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر، وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه، ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. انتهى الحديث. وهذا الحديث يقول عنه الإمام الصنعاني: هذا الحديث جليل غزير الفوائد. هذا الحديث جليل غزير الفوائد، أطنب الحافظ ابن عبد البر في الكلام عليه، بمعنى أطال الكلام عليه. قال: وأفرده بالتأليف الحافظ العلائي في كتاب مستقل، وتكلم فيه الحافظ ابن العربي فأوصل فوائده إلى 150 فائدة. انتهى كلام الصنعاني. ولعل محبي الأصول، علم الأصول، يعلمون أن هذا الحديث يرد في مواضع من كتب الأصول، أليس كذلك؟ هذا الحديث مشهور عند أهل الأصول، فإنهم يوردون هذا الحديث في باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أو في باب السنة يبدأون به، وذلك لأنهم يوردونه في معرض الكلام عن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم،
وعصمة النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي بيانها بعد قليل، وإن كانت هي من أصول الدين أي من علم العقائد، لكن أهل الأصول أخذوها وأوردوها وسجلوها وسطروها في باب السنة، وذلك لغرض، قالوا لأن الأحكام المستقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقوم على هذا الأصل، وهو الإقرار بعصمته صلى الله عليه وسلم، فيوردون هذا الحديث. قال الشارح الحافظ الفقيه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الكلام على هذا الحديث يتعلق بمباحث: بحث يتعلق بأصول الدين، وبحث يتعلق بأصول الفقه، وبحث يتعلق بالفقه. فأما البحث الأول أي الذي يتعلق بأصول الدين ففي موضعين، وقلنا أنه صحيح، هذا بحث من مباحث العقيدة أو من مباحث أصول الدين، لكنها من المباحث التي أخذها أهل الأصول، أهل أصول الفقه، وجعلوها في مصنفاتهم حتى استحالت إلى مسألة أصولية عريقة تذكر في كتب الأصول وتظل تتحدر في كتب الأصول إلى يومنا هذا الحاضر. فمع ترددها فهذه من مسائل الكلام التي يوردها أهل أصول الفقه حتى استحالت إلى مسألة أصولية باعتبار تدوينها وتسجيلها وتسطيرها في كتب الأصول. قال: الكلام على في موضعين، أحدها أنه يدل على جواز السهو في الأفعال على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الموضع الأول في الأحوال في الأفعال، وسيأتي الموضع الثاني في الأقوال. فنحن الآن بصدد الكلام في عصمة الأنبياء في أفعالهم. قال: هذا الحديث يدل على جواز السهو في الأفعال على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو مذهب عامة العلماء والنظار، والكلام عن السهو. أما التعمد فحاشاهم هذا بالإجماع أنهم لا يتعمدون. قال: وهذا الحديث مما يدل عليه، وقد صرح صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود بأنه ينسى كما تنسون، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى كما تنسون. قال: وشذت طائفة من المتوغلين، يعني بالمتوغلين المتنطعين المتشددين، فقالت: لا يجوز السهو عليه. وهذا الكلام ينسب إلى إمام من الأئمة، وعدوها من زلاته رحمه الله تعالى لأبي المظفر الإسفرايني، فإنه شذ في هذا المقام ونفى أن يسهو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى في الأفعال. قال: وشذت طائفة من المتوغلين فقالت: لا يجوز السهو عليه. طيب، هذا الحديث وأمثاله، قالوا: إنما ينسى عمدا ويتعمد صورة النسيان ليسن، وهذا قطعا باطل، وهو صحيح باطل، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد قصدا أن يصلي ركعتين ثم يسلم، وذلك ليسن ولم يكن نسيانا منه. فقال المؤلف ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا قطعا باطل، لإخباره أولا للنص بأنه صلى الله عليه وسلم ينسى، قال: ينسى كما تنسون، ثم إن الأفعال العمدية في الصلاة تبطلها، وما يستثنى أحد، ما نقول والله النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد أن يأتي بمبطلات الصلاة لكنها صحيحة في حقه، ما يقال هذا. قال: ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة، ولأن صورة الفعل النسياني كصورة الفعل العمدي، وإنما يتميزان للغير بالإخبار، يعني سواء نسي أو تعمد هي صورة واحدة، لكن الذي يميز هذا عن ذاك
أخباره صلى الله عليه وسلم، فكان القول كافيا للبيان ولا ضرورة للفعل. يعني كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم من غير إذا أرادوا هذا التأويل أنه يتعمد، لا داعي لأن يأتي بهذا الفعل، بل يخبرهم إذا صلى الرجل ركعتين وسلم فليفعل كذا وكذا، ولا حاجة إلى الإتيان بهذا الفعل المتعمد. فلذلك يعني كلام المؤلف هنا صحيح، هنا قال وهذا باطل قطعا. ثم قال والذين أجازوا السهو قالوا لا يقر عليه فيما طريقه البلاغ الفعلي، وهذا بالإجماع، بمعنى إذا سهى صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن ينبه، بمعنى أن الله تعالى يرسل له من ينبهه، فإنه لا يقر على سهوه، وذلك فيما طريقه البلاغ الفعلي، بمعنى أن تكون أفعاله صلى الله عليه وسلم أراد بها التشريع، فإذا سهى لا بد وأن ينبه ولا يقر على سهوه. ثم اختلفوا هل من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة كما في مثل هذا الحديث، بمعنى ينبه بعد السهو مباشرة، أو ليس من شرطه ذلك. نعم أجمعوا على أنه لا بد أن ينبه وأنه لا يقر، لكن هل من شرطه أن يكون التنبيه متصلا بالواقعة أو يكون متراخيا، أو ليس من شرطه ذلك بل يجوز التراخي إلى أن تنقطع مدة التبليغ وهو العمر، بمعنى الأمر متراخي يعني ينبه ولا يقر عليه طوال عمره صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن يبلغ. وهذا الثاني هو قول أبي المعالي الجويني، فإنه يرى أنه ينبه ولا يقر عليه لكن على وجه التراخي. وجمهور أهل العلم قالوا أنه لا يقر عليه وينبه على سهوه، لكن يكون التنبيه متصلا بالحادثة ولا يكون التنبيه متراخيا. قال وهذه الواقعة قد وقع البيان فيها على الاتصال، وهذا واضح. وقد قسم القاضي عياض الأفعال إلى ما هو على طريقة البلاغ وإلى ما ليس على طريقة البلاغ، ولا بيان للأحكام من أفعاله البشرية وما يختص به من عاداته وأذكار قلبه. وأكثر الأصوليين وأكثر المحدثين وأكثر الشراح وأكثر المتكلمين في أصول الدين يعتمدون على هذا التقسيم الذي أورده القاضي عياض في تقسيم أفعاله صلى الله عليه وسلم من حيث السهو، من حيث إذا عصم أو لم يعصم، بمعنى إذا سهى فقسمه. قال الأفعال إما أن يكون الفعل يراد به البلاغ والتشريع، أو يكون الفعل لا يراد به البلاغ والتشريع، بل يكون من أفعاله صلى الله عليه وسلم البشرية الجبلية وما يختص من عاداته وأذكار قلبه. قال وأبى ذلك بعض من تأخر عن زمنه، يعني أبى هذا التقسيم، وقال إن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره كله بلاغ. قال ما عندي هذا التقسيم. ويقول الصنعاني في هذا المقام ولم أعرف من المراد يعني بهذا المتأخر الذي أبى هذا التقسيم وما وقفت عليه، فإذا وقف بعضكم يعني على اسمه فلعله يبلغني فأكون شاكرا. وطبعا هذه من مكملات العلم، يعني معرفة يعني الأسماء يعني هي من مكملات العلم، لكنها يعني ليس من الضرورة بمكان. لكن على كل الأحوال يعني هذا المتأخر يقول ليس ثم تقسيم، كل أقواله
وأفعاله وإقراراته صلى الله عليه وسلم لا نفرق بين كونها تبليغا وتشريعا وبين كونها جبلية تتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم. واستنتج بذلك العصمة في الكل، فهو معصوم في كل في الكل فيما طريقه البلاغ وفي أفعاله الجبلية، بناء على أن المعجزة تدل على العصمة فيما طريقه البلاغ، وهذه كلها بلاغ. قال: فهذه، وهذا كله نقل عن هذا المتأخر، فهذه كلها تتعلق بها العصمة، أعني القول والفعل والتقرير. ولم يصرح في ذلك بالفرق بين عمد وسهو. وأخذ البلاغ في الأفعال من حيث التأسي به صلى الله عليه وسلم، فإن كان يقول بأن السهو والعمد سواء في الأفعال فهذا الحديث يرد عليه، وهذا صحيح. يعني بمعنى حين يأتي ويقول كل الأفعال والتقريرات والأقوال كلها سبيلها وطريقها التشريع، يحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سهى وبين أنه سهى، ويلزم من كلام هذا المتأخر أنه يقول أن السهو والعمد هو سواء لا فرق بينهما، وهذا الحديث الصحيح يرد عليه. هذا ما مضى يا أحبابنا يتعلق بالموضع الأول، وهو الأفعال، أفعال الأنبياء وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والموضع الثاني هي الأقوال، أي أقوال الأنبياء وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء القاضي عياض في هذا الموضع وقسمها إلى قسمين، قال: وهي تنقسم إلى ما طريقه البلاغ، أي طريقه التشريع. قال: والسهو فيه ممتنع، ونقل القاضي عياض الإجماع فيه. قال: في الأقوال، الأفعال فيها ذكر أنه يجوز، لكن جاء في الأقوال قال: لا يقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سهو، ونقل فيه الإجماع، كما يمتنع التعمد قطعا وإجماعا. ولم يتعقبه المصنف هاهنا في إجماع هذا، لكن ابن تيمية والقرطبي صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم تعقب القاضي في هذا الموضع ونفوا الإجماع، ونفوا الإجماع، واستدلوا بهذا الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: كل ذلك لم يكن، قال: لم أنسى ولم تقصر. فهذا سهو منه صلى الله عليه وسلم، لكن في كل الأحوال يعني دعوى الإجماع تعقبها غير واحد من أهل العلم، تعقبها ابن تيمية، وتعقبها القرطبي صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم. لكن القاضي عياض يقول: كما يمتنع التعمد قطعا وإجماعا، كذلك يمتنع السهو فيه إجماعا. وأما طرق السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الأخبار التي عندي في النسخة تستند، وهو خطأ، فلعلها سقط يعني في الطباعة، فمن عنده هذه الطبعة يزيد لها. قال: وأما طرق السهو ما طريقه البلاغ، ذكر القاضي بالإجماع. طيب، إذا كانت الأقوال فيما ليس طريقه البلاغ، يعني ليس من أمور التشريع لكن من الأمور الدنيوية، قال: مثل الأخبار التي لا تستند الأحكام إليها، ولا أخبار المعاد، أخبار الآخرة ونحوها، ولا ما يضاف إلى وحي. فقد حكى القاضي عياض عن قوم أنهم جوزوا السهو والغفلة في هذا الباب عليه صلى الله عليه وسلم. في الأقوال ادعى القاضي الإجماع، أنه يعني في الأقوال وما طريقه التشريع والتبليغ لا يسهو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يسهو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما طريقه من الأقوال الدنيوية
التي لا تستند إلى أحكام أو أخبار الآخرة أو لا يضاف إلى وحي، قال فقد حكي عن قوم أنهم جوزوا السهو عليه في هذا الباب، إذ ليس من باب التبليغ الذي يتطرق به إلى القدح في الشريعة. قال والحق الذي لا مرية فيه ترجيح قول من لم يجز ذلك على الأنبياء في خبر من الأخبار، كما لم يجيزوا عليهم فيها العمد، فإنه لا يجوز عليهم خلف في خبر، وعندي في خير وهو خطأ، لا عن قصد ولا سهو ولا في صحة ولا مرض ولا رضا ولا غضب. وهذا اختيار القاضي عياض، ولم يتعقبه أيضا المؤلف في هذا المقام. فالقاضي عياض حكى عن قوم أن أقواله صلى الله عليه وسلم فيما ليس طريقه البلاغ، يعني في الأمور الدنيوية، حكى عن قوم أنه يجوز أن يسهو ثم رجح القاضي قال والحق الذي لا مرية فيه ترجيح من لم يجز ذلك على الأنبياء مطلقا، لا فيما طريقه التبليغ ولا في الأمور الدنيوية، كما لم يجيزوا عليهم فيها العمد، فإنه لا يجوز عليهم خلف في خبر، لا عن غضب ولا سهو ولا في صحة ولا مرض ولا رضا ولا غضب. فهذا الذي اختاره القاضي عياض، لكن هذا الحديث يرد عليهم، لذلك احتاجوا في هذا المقام إلى أن يتأولوا هذا الحديث. فتأوله القاضي وهو فقيه عظيم، وأثنى عليه ابن دقيق العيد في مواضع فيما سبق، قال وهو من هو في الفقه رحمه الله تعالى، لذلك احتاج القاضي عياض في هذا المقام أن يتأول هذا الحديث، فأورد 5 أوجه في تأويلها لا يسع المقام إلى ذكرها، فلعلنا نرجئها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.